وقاعدة الاقتصاد الإسلامي المشهورة المال مال الله والبشر مستخلفون فيه. ولو كنت رب معمل ولو كنت رب ضيعة فإنما الرب الحق رب العالمين، وانت راك غير خدام عند مولاك. ستغادر تلك الأرض وستغادر ذلك المعمل وستغادر ذلك المال وتدفن في التراب وحيدا، لن يصحبك شيء البتاه، لا شيء يصحبه إلا ما عملت من خير أو من شر، هذا يصحبك. وما عليك أن يظلمك هذا وذاك، إن كنت تؤمن بالله حقا فالله جل وعلا يأجرك. هذا المقام العالي الذي هو مقام التوكل الحق، كم نحن في حاجة إليه لإصلاح سلوكنا العمالي إن صح التعبير، وإصلاح خلقنا الاجتماعي. مقام التوكل في هذا السياق أن يراعي العبد ربه جل وعلا. أنا كندير الشغل ديالي، كندير المهمة ديالي، لأنني في عقد بيني وبين ربي لا بيني وبين البشر. وإذا عقدت العقد بينك وبين ربك فالله جل وعلا لا يخلف الميعاد، وإلا غشك منشي ربي تعالى ما غاديش يغشك لا في الدنيا أقول ولا في الآخرة. وسيرزقك المولى جل وعلا من حيث لا تحتسب، يرزقك سبحانه من حيث لا تحتسب، يرفع عنك الأذى والضرر والأمراض والأدواء، ويقيك كثيرا من الشر مما يبتلي به من ظلمك وأكل حقك. غيكون مهني ما ينزل بك من بلاء ينزله الله على من ظلمك، لأن ربي تعالى عنده الميزان القسطاس المستقيم، وينتقم للمظلومين وينتصر للمستضعفين. غير تكون العقيدة ديالك قوية متينة، فإذا قابلت الظلم بظلم وقابلت الغش بغش ارتفعت البركة، انتهى، ارتفعت البركة، ولن تجد آنئذ ربك نصيرا، لأنك تنتقم لنفسك بالطرق التي لا يحبها الله ولا رسوله. فإنما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمك أن تشتغل لله وأن تنتج لله. مصيبة المسلمين فعلا أن دينهم في واد وخلقهم في واد آخر تماما. حكم القرآن الكريم ومقولات السنة النبوية لو اتبعت على أدق ما يكون الاتباع لكان وضع المسلمين اليوم شأنا آخر، ولكان حالهم حالا آخر من الاقتصاد والازدهار في مجال الدنيا والعمران البشري الأرضي وفي علاقتهم قبل ذلك وبعد ذلك بالله. ولا يصلح ذاك إلا بهذا، يعني لا يصلح دين، لا تصلح دنيا المسلمين إلا بصلاح دينهم على الفهم الصحيح للدين. أقول على الفهم الصحيح للدين، لأن الفهم السيئ قد يؤدي مع الأسف إلى عكس النتيجة المرجوة. حينما تتكالب القلوب على الدنيا ويعبد المال من دون الله الواحد القهار، شيء طبيعي أن ينتشر التباغض والتحاسد والتقاتل، وأن يضمر المستخدم العداء للمستخدم، والعكس أيضا الآخر يبغي يستغل حتى العرق الأخير وحتى النبض الأخير من حياته ولو كان في عمله يعبد الله، في شعر أنه يعبد الله، فلن يستطيع أن يقترب من عالم الظلم، لأن عالم الظلم إنما هو عالم الظلمات. ولو شعر المستخدم أنه يعبد الله في عمله لما استطاعت يده أن تمتد إلى شيء إلا يملكه، ولما استطاع أن يسرق من وقت صاحبه شيئا. إلى عندهم 8-12 على سبيل المثال ما يقدرش يسرق من ذلك الوقت شيئا، لأنه قد باعه لصاحب العمل، بل
بل أقول قد باعه لله الواحد القهار لو كان يعبد الله حقا بعمل. ولذلك فعلا عيب كبير على المسلم أنه يكون في عمله، يكون في عمله يؤدي خدمة ما فيرد الناس على أدبارهم، وإنما جعل بذلك المكان ليؤدي هذه الخدمات وينال عليها أجرا دنيويا. ولو أتقن وأحسن النية لنال عليها أجرا أخرويا، فبدل أن ينال الأجرين ينال الوزر، لأنه أنا ذي يأكل أموال الناس بالباطل. فمع الأسف الظاهرة الموجودة ديال رد الخدمات على وجوهها اللي لا شيء، تخلط على موظف في إدارة أو في شركة إدارة دولة أو غيرها الوقت كاين وهو في وسط العمل ولا يقضي حاجته، يصفك الغداء أو بعد غداء أو أسبوع أو لأيام لا تدري. علاش؟ ما عندوش القناة، ما عندوش الخاطر. هذا الشيء فيه الخاطر، سبحان الله. أنت مع من تتعامل؟ أم مع الناس أم مع رب الناس؟ والله إن الله لا يرقبك من علو، راه ربي من الفوق طلع عليك يشوف فيك اش راك دير وكيف تعامل عباد الله. وأنت إنما تنال أجرا على هذا الوقت من ساعة كذا إلى ساعة كذا بأداء مثل هذه الخدمات. نعم فوق طاقتك لا تلام، ولكن قلما 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 نشتغل طاقتنا، قليل لك يكمل الطاقة دياله، قليل جدا بل نادر جدا، والندرة أقل القليل. هذا ظلم. حن واحد ما سيقل له الخبر كيسحب له يعني أمر عادي، لما قضيتش هذا المصلح مصلحة ما سبيتش هذه الورقة مصلحة كبرى لأناس المستضعفين ربما جايين من الصحارى أو الجبال وقطع الأميال مواقفين على سنياتهم على إنضاء، ترجئهم إلى أيام وتفسد مصالحهم وتدمر حياتهم ربما بذلك الإرجاء، تخليه من بعد. هذا اسمه الظلم، أنت تظلم. أنا إلي وهذا المفهوم غايب عن كثير من الناس، كيسحب له يعني راه يعني بخاطره، أبدا هذا ظلم، لأنك أنا إلي اقتطعت وقتا ليس لك وديته، الوقت اللي خصك دير لي واحد الخدمة ما درتهاش هذا الوقت ليس لك، لأنك راك بيع، بيع الأمة، بيع الدولة هي بيع الأمة، بيع لله، وستسأل عنه يوم القيامة وتسأل عن المفاسد والأضرار التي لحقت بالآخرين. إلا كانوا ضعاف ما قدروش يدعوك للمحكمة الدنيوية، رأى المحكمة الأخروية لن تظهر شيئا، لن تظهر لا كبيرة ولا صغيرة إلا رفعت، والحاكم آنئذ رب العالمين. لمن الحكم اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا المعنى الذي قام عليه هذا الدين لو استوعبناه حقا لما نام لنا جفن عن مصلحة المؤمنين والمسلمين عموما. ما يديكش الناس إلا خليت واحد النار واحد المؤمن واقف يتسناك ويترجاك وأنت بإمكانك أن تصنع. خلينا من إنسان ليأخذ الرشوة، هذه مصيبة أكبر. لا هذا ما بغيش يأخذ الرشوة غير ما قد، علاش؟ ما عندوش القناة. هذا ظلم أيضا، أيسحب لك يعني ما خديتش الرشوة إذن لست بظالم؟ لا بل ظالمون وألف ظالم، إلى ما قضيت شيء المصلحة في الوقت اللي أنت خدام في المصلحة ونشتغل كمصلحة عن أخرى، ماشي يعني ما قضيتهاش لأنك مشغول بمصلحة أخرى أيضا نفسها من جنس العمل المؤدى عنه ماشي مصلحتك الخاصة، هذا شيء آخر. ولكن غير ما قضيتهاش لأن ما بلش ما عندكش القناة فهذا ظلم أيضا وظلم خطير، ولا تدري حجم مظلمته، ولا تدري حجم مظلمته، ما غاديش يبان لك الحجم ديالو حتى يوم القيامة، لأن الحجم ديالو شكون اللي عرفوه؟ عرفوه هذاك اللي ما تحققش المصلحة ديالو، اللي ضاع له الوقت ديالو وضاعت له أمواله وربما وقعت له مفاسد كبرى وفاته خير كثير أو وقع عليه بلاء عظيم. خاتمة الكلام أن العبد
إذا دخل في العمل بهذا القصد، بقصد التعبد، عمل دياله بأي صورة كان، مالكا أو أجيرا، إذا دخل بقصد التعبد فينبغي أن يكون عابدا. كيف؟ يعني من توازن الأمر أنه إذا نودي بنداء الله استجاب لنداء الله. شحال من واحد كيوقع له إما إفراط وإما تفريط، يمشي التجارة ديالو ولا الفلاحة ديالو فيغرق في الدنيا بقصد الإتقان، فإذا به يعبد الدنيا وينسى ربه. هذا المعنى أيضا قد يفقد الإنسان توازنه. كلا، إذا نودي للصلاة استجب، بدك شي شغل قلم أو آلة دعها واستجب لله وصلي الوقت. كن صاحب العمل أو أجير في العمل. ولا بركة في عمل لا يجاب فيه نداء الله من الصلوات والزكوات، لا بركة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن عظم في الدنيا فوالله لن يكون إلا وبالا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، يكون وبالا على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، ويعذب عذابا نفسيا أليما. وشفنا واحد عدد ديال الناس سبحان الله العظيم أصحاب أموال كثيرة يصعب عبدها وإحصاؤها، يحار إزاءهم الحيسوبيون، ولكن في عذاب شديد، والله في عذاب شديد، لا ينام ولا يجد للنوم راحة. وإذا بيجنك يوقع لما تأمل دقة تتجد مشي وملشي وغي خدام، يظن أنه يدير المال فإذا بالمال هو الذي يديره، لا يرى أبناءه، لا يرى رباه، لا يرى نفسه، وإنما يرى معبوده المال، إبليس. هذا عذاب، هذا في الدنيا عذاب حقيقة، الذي لا يتمتع بماله ولا يستمتع بالراحة النفسية، هذا من عذاب في الدنيا. ولذلك قلت من ينسى ربه ينسيه نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلهذا بقصد التعبد الذي تدخل به عملك مستعجلا كنت أو مستأجرا، استجب لله تجد راحة نفسك في عملك وفي دينك وفي بدنك وفي أهلك، استجب لله. ومما يذكره أصحاب رسول الله وزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني سيدنا محمد يكون يعني من اللي ما لقى شغل يكون في خدمة أهله، يكون في الدار، راه معمرين الدار كي يدير شغل اللي كيديروا، إلا كيصوبوا شي خضرة كيصوبها معهم، كيصوبوا شي أمر كيصوبوا معهم، وإذا كان مع أصحابه كان في شأنهم يعلمهم أو يستمع إلى مذاكرته، فكيحكيوا. يعني الحكاية وردت عن أصحاب رسول الله وعن نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال يكون معنا في الخدمة أو في شأنه، فإذا نودي للصلاة كان كأن لم يعرفنا. إلى مع الزوجات ديالو راه خدام كيصلح كيعاون يسول كيفاش هادي كذا ويعاون في الأمر، وإذا كان مع أصحابه قد يكونون يتكلمون في أمور الدنيا أو في أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم كما ورد في الحديث الصحيح، لكن غير يأذن بلال وجهه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وجهه كيتبدل كيولي واحد آخر، كان كأن لم يعرفنا ينكرهم لأن ربه ناداه، ما بقاش معهم أنا إذن.